والله هو معرض السنة دي دايما متفوق عن كل سنة. طبعا الإقبال عليه كمان كويس جدا من أول كام يوم، من أول يومين، النهاردة ثالث يوم، وفعلا شايفين إن الناس كلها مهتمة بالموضوع جدا. زمان كان عدد العارضين أو الشركات المتخصصة في مصر كنا 5-6، النهاردة عدد العارضين 131 عارض، ولكن معظمهم تجار مش منتجين، انما الشركات المتخصصه في الانتاج تقريبا احنا 9 شركات بس اللي في المعرض اللي بننتج او عندنا مزارع انتاجيه كبيره ولينا باع في انتاج نباتات الزينه وادخال الاصناف الجديده لمصر ومجايبها، لان احنا بنلف في العالم عشان نشوف ايه اللي ينجح عندنا وايه اللي هيبقى له مستقبل للتصدير واعاده التصدير عشان كميه وعدد تشغيل العماله المصريه واعاده التصدير ده بيجيب عمله ويدر دخل على البلد كويس. طب قول لنا انواع نباتات الزينه اللي انت بتشتغل؟ لا، بنشتغل في اكتر من 300-400 نوع نباتات زينه. ابرزها النخيل، نباتات الزينه، والاشجار والشجيرات. الحاجات الجديدة السنة دي بعض الأصناف جايبينها زي السيفورا، زي البلوميرا سنجابور، ودي أصناف بريحة، حاجات جديدة للسوق على أساس إن الناس بتحب دايما الحاجات اللي ليها ريحة فواحة. طب أسعار من كده يعني الأسعار بتتراوح حسب حجم وعمر النبات، في حاجات بتبدأ من 2 جنيه لحد مئات الألوف حسب أعمارها وحسب نضرتها. احنا عندنا المشتل بتاعنا في منطقة المنصورية، بنشتغل في الإكسار وتربية النباتات الاندور، كل ما هو بيتحط جوه البيوت، جوه العيادات، جوه الاوتيلات، جوه القرى السياحية، كل ما هو نبات بيتحط جوه البيت احنا بنشتغل فيه بكل الاصناف بقى، من اصناف الكروتون والبوتس والاجلونيما والدفنبخيا والسلوم واصناف كتيرة جدا. الاقبال كويس، الاقبال مش بطل، لان خلاص المعرض نتيجه ان هو بقى كذا دوره ورا بعض دلوقتي، خلاص الناس حفظت ميعاد المعرض، بتقدر بتيجي، وناس كتير ما بتشتريش حاجتها السنويه اللي هي بتجدد بيوتها، بتجدد الجنينه بتاعتها، الا مع المعرض، لانه بيبقى بيريح نفسه، بيجي بيلاقي كل العارضين موجودين، كل اللي عايز مستلزمات هيلاقي، عايز نجيله هيلاقي، عايز نباتات داخليه هيلاقي، عايز نباتات خارجيه هيلاقي، كل حاجه هيلاقيها في المعرض. طب في مشاكل قابلتكم دلوقتي؟ ده اكيد كتير كتير، من اولها اسلوب العرض نفسه، الناس مش مهتمة أو مش عارفة كتير، في ناس كتيرة مش عارفة احنا قد ايه تعبنا في تجهيز مثلا بارتيشن زي كده أو المعرض ككل، يعني الناس كلها فبيدخلوا ويبوظوا الدنيا طبعا كلام من ده، في ناس طبعا كمان ما بتبقاش مقدرة أسعار حاجة مثلا جاية مصنعة بالمنظر ده، في حاجات بتبقى جاية مثلا مستوردة من بره، في حاجات احنا تعبنا في تربيتها مثلا للزرع والورود والأشجار والكلام ده كله. كان المعرض الأول بيتعمل بغرض معرض، دلوقتي اصبح سوق، ما بقاش معرض، ما حدش بيهتم على انه يطلع زرعيه جديده، يجيب صنف جديد ويعرضه يفرجه للناس اللي لسه ما زاروش اول حتى زاروا، يعني يا ريت يهتموا اكتر بحته ان هم يقدروا الحاجه اللي موجوده، ويا ريت كل واحد اصلا بيته ما يخلاش من الالوان.